السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة مورس كومنت نقول كم فلي ناتي ايوان محمد بكر سيسي نقرأ لما من دينا انتي انتي ما جاقو دينا ما جاقو دينا اوا ادوتو ما يخو مقلان تيمي ما كامو امور انتو نمو غنانتو لانسوكي دينا بقى خلي كل خوري الله دينا كده تونجي كمان لو كان كاتون انت كلمة صو وما شو كمودة كمخ كمان يجي مدي جام وانا صو مخو انت ناقصرون كتس اتكمخ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كما كان صعب دعنا إلى قناة ما يقول دينا انتي تنغو دينا فتي أو تيما أخم بقران تين كلمة شعرين ينانتو جوفان دين ما كما ona nkaba kele khore nya murnu bakka awa dina fabur kan to kuno khonga oga nakat tongon ngori bakka to ngantana nai la kon ngarla mandina ngandai akamo bismillah بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبي الكريم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله أناتي أناكل انتقو تفسير كرمبو خطنكم خط كرمبو دين النخ دين كرمبا بري النخ دعوة كرمبا دعوة النخ بابا عالم عليه السلام يعني تفسير كرمبا نيان دي بغن الجن باوني قول لك دي جان قصب بيغا نيا كتة نكو نا كتة قشيطان ارنانتي حفل لك ما محقا باباك كي تيغان دي نتفوفو غان تحقنا ايغا حنان ملكا نفليا ولا حنان لا ميري ولا حنان دو ميري حنان لا مي ولا حنان دو ميري كانت تصير كرمباك قا عليني آدم إمكا تصير كون آدم فوبي غرسي إغتا مغيتيني كيف تصير كي قا كتصير كرمباك كندو كان ينغا مع بوسنين جاها tei nanyanda iyaage loposunan kam jaga tei nanyana kam munkini na wurerin tuko dumak jaga tei nanyana khanun na aram ta kambaron di ari tafsiru kurumba kinay kenga fati tafsiru kebalaga dewe okhano kuilin toko kenna nkalti nyoda nga kharamfu ona komogtana ibn Muhammad Bakr Sisi wujune ado tankabero kabu tafsiru kurumba kenya na adam wa takam bonal jan makamo ati hakama mahakaba kay tegan denga illa an takuna malakai illa an takuna malakain aw takuna min al khalidin makamo qashat an tafsirke kenya fokrum baje kenyana fokureke ohano kilun toho oji ke foho mabuda tafsir kurumbu dawa kurumbu khirindu kurumbu maramu ono kilun toho kurumbu kwe bismillah